من نشرة تانية. أخيرا وبعد محاولات كبيرة استطاعوا أعضاء نقابة الموسيقيين إثناء النجم هاني شاكر عن تقديم استقالته والعودة تاني لمنصبه كنقيب الموسيقيين. المشكلة بترجع من أسبوع تقريبا لما تلقت نقابة الموسيقيين بلاغ من بعض المواطنين بالتزام جماعة إحياء عدد من حفلات عبدة الشيطان في القاهرة، وعلى الفور أبلغت نقابة الموسيقيين مديرية أمن القاهرة اللي تدخلت لوقف الحفلات. هاني شاكر الحقيقة واجه هجوم كبير جدا من الإعلام وقال إن هو بيتدخل في الفن وإن هو يعني منتقدين دوره وإن الحفلات دي حفلات ميتال أند روك وإنها ما بتمثلش رسالة بعبدة الشيطان. الحقيقة هاني شاكر أصيب باكتئاب ورفض الرد على التليفونات وقفل تليفونه وقرر تقديم استقالته كنقيب للموسيقيين. تدخل عدد من الفنانين منهم الفنان محمد منير ونظموا وقفة احتجاجية في النقابة لعودة الفنان هاني شاكر مرة أخرى، وبالفعل تمكنوا من الضغط عليه وعودته مرة أخرى كنقيب للموسيقيين. رفضت الفنانة وفاء عامر الاشتراك في مسلسل أفراح الأوبرا، والسبب في ده هو خلاف حصل بينها وبين الشركة المنتجة على الأرض. وفاء عامر كانت طالبة عن أجرها في المسلسل 1.5 مليون جنيه، إلا إن الشركة المنتجة كانت مقررة 1,000,000 جنيه فقط للدور. المسلسل بطولة منى زكي وإياد نصر. بعد محاولات كبيرة من المنتج محمد السكي مع الفنان تامر عبد المنعم لرجوعه عن قرار الاعتزال، اتمكن فعلا محمد السكي من اقناعه بالعدول عن قراره في الاعتزال، وده بعد عرض فيلم مشخصات 2. تامر عبد المنعم الحقيقة تعرض لبعض الهجوم من الاعلام عن دوره في الفيلم، برغم ان هو قدم عدد من الشخصيات صعبة جدا منهم شخصية الدكتور محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان المسلمين، وحقق نجاح وصل لربع 1,000,000 جنيه في 3 أيام فقط من عرض الفيلم. تامر عبد المنعم رجع تاني للتمثيل وقرر العودة مرة أخرى لعطاء الفن. بعد انتهاء المخرج رامي إمام من تصوير عدد من حلقات مسلسل مأمون وشركاء، الحقيقة حصلت مشكلة في المسلسل وهو توقف النجمة لبلبة عن المشاركة في العمل بسبب خلاف على الأرض. لبلبة كانت متفقة مع المنتج تامر مرسي على 750,000 جنيه مقابل اشتراكها في العمل، في حين انها لما جت توقع على العقد لقيت ان هم مقدم لها 500,000 جنيه فقط، وكانت بالفعل انتهت من تصوير عدد من حلقات المسلسل. لبلبة لجأت للفنان عادل امام وطلبت منه تدخل لحل المشكلة. واضح ان الفترة دي فترة مشاكل بتواجه المسلسلات المصورة. خلاف تاني حصل في مسلسل أفراح الأوبة ما بين المؤلف محمد أمين راضي وما بين المخرج محمد ياسين، والسبب هو تدخل المخرج محمد ياسين في عمل المؤلف اللي قرر ان هو التوقف عن كتابة سيناريو باقي الحلقات. هو الحقيقة كان انتهى بالفعل من كتابة 17 حلقة لكن رفض استكمال باقي الحلقات، الأمر اللي خلى محمد ياسين يلجأ إلى الممثل سيد رجب وطلب منه اللي هو كتابة صياغة باقي الحلقات، وبالفعل سيد رجب صاغ كتب حلقتين بالفعل منهم، لكن فور نشر الخبر فوجئنا باستنكار المخرج ونفيه التام هو وسيد رجب للي حصل، برغم ان احنا الحقيقة في الفترات متأكدين تماما من ان سيد رجب قام فعلا بالانتهاء من كتابة حلقتين من المسلسل، وكان هو له عمل سابق هو كتب بالفعل فيلم الشوق بطولة روبي وآسر ياسين. مشكلة تانية حصلت في مسلسل أبو البنات، والحقيقة سبب المشكلة هو الفنان مصطفى شعبان. بينه كانت المشكلة بينه وبين كاست العمل من الإضاءة والفنانين وعمال الديكور. مصطفى شعبان اتأخر على موعد التصوير 3 ساعات وفوجئ الكاست العمل بأن هو بيلعب بلاي ستيشن مع أحد أصدقائه في غرفته الخاصة ورفض الخروج أو تأخر في الخروج لتصوير العمل. كان هيحصل فعلا اشتباك بينهم وبين بعض بالأيدي لولا تدخل المخرج رؤوف عبد العزيز والمنتج تامر مرسي. الحقيقة
خبر مؤسف بالفعل هو خبر انضمام الفنان هشام عبد الحميد لقناة الشرق الإخوانية القطرية التركية وسافروا يعني إعداد أول حلقة من حلقات برنامج توك شو سياسي. هشام عبد الحميد كان عايش في كندا من فترة هو وزوجته نادية سليمان مع ابنه البالغ من عمره 12 سنة، وكانت الأعمال الفنية اللي بتعرض عليه هي بطولة تانية، ورفض هشام عبد الحميد القيام بدور تاني، ويعني في ظل أزمة مالية بيتعرض ليها تلقى عرض من أيمن نور اللي هو رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، ووافق هشام عبد الحميد عليه وقرر السفر لتركيا، ويعني هنقول إن هو باع مصر علشان خاطر خوفنا من الفلوس. خبر تاني النهارده معانا من قناه الشرق وهو حدوث خلاف ما بين الفنان هشام عبد الله وايمن نور رئيس مجلس اداره القناه، وسبب الخلاف هو مطالبه هشام عبد الله بزياده اجره عن البرنامج اللي بيقدمه، ورفضت اداره القناه زياده الاجر وقررت انهاء التعاقد معه. أزمة كبيرة حصلت ما بين الفنان أشرف عبد الباقي والفنان علي ربيع بسبب عدم تواجد علي ربيع في الجولات الفنية لفرقة مسرح مصر، واللي كان مقرر ليها في الفترة دي إنها تزور دولة الكويت. في سؤال عن أشرف عبد الباقي عن إمكانية انفصال عدد من أعضاء الفرقة وعلى رأسهم طبعا المقصود علي ربيع، أشرف عبد الباقي قال إن هو من حق أي حد إنه ينفصل عن الفرقة، لكن لازم إن هو يتعامل بذوق وما يتعاملش بقلة أصل. علي ربيع حاول ان هو يسترضي اشرف عبد الباقي وحاول ان هو يلاقي مبرر مقنع لغيابه عن الفرقه، وقال ان هو كان بيتعرض لوعكه صحيه كبيره وان هو اللي هيكون مستحب هيكون موجود في الجولات الفنيه القادمه ان شاء الله. حصلت الفنانه جينيفر لورانس على اعلى اجر في هوليوود وهو البالغ 80 مليون دولار، وهي بالشكل ده بتعادل الفنان روبرت داوني بيحصل برضو على 80 مليون دولار عن دوره في الفيلم. جاكي شان بيجي في المرتبة الثالثة بأجر بيبلغ 50 مليون دولار. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، أشوفكم إن شاء الله على خير.